السلام عليكم، انا الدكتوره العرج حنان، اختصاصيه في الامراض التنفسيه بمدينه الدار البيضاء. اليوم كنهضر معكم من الشارع. هانتوما كي كتشوفوا هنا كندور ما لابسه لا ماسك لا ليغات، لان الناس هاد الساعه ملي كنخرج للزنقه كنلقاهم كيديروا بعض التصرفات اللي ماشي غير ما غتحميهمش من فيروس الكورونا، ولكن غتادي بهم العدوى الله يحفظ الا بقاو كيديروهم. منهم انهم كيلبسوا الليغات، الليغات كيخليو الفيروس على السطح ديالهم لمده اكبر من اليدين. ثانيا، شنو هي الحاجه انا اللي خصني نعرف على تنقل فيروس الكورونا؟ الا انا قصت شي بلاصه فيها الفيروس ومشيت ديت يدي لفمي نيفي ولا عيني غادي نتعادى، اللي قالت حتى هما غادي يعاديوني، يعني بنفس الطريقه خصني نغسل يدي بالماء والصابون. والناس اللي كيسولوني باين صابون، صابون الحجره الخوت، اي صابون تقدروا تغسلوا به يديكم. ثاني حاجه، هذوك اللي قالت انا مي غادي يكونوا عامرين الفيروس وغادي نبداو كاملين كنلوحوهم، احنا خلقنا واحد المرتع ديال الفيروس. بالنسبه دابا الكمامات، الناس كيضربوا الكمامات غاديين وكيهبطوهم هكا شويه، هبطوهم هنا شويه، هبطوهم الفوق ومي شي وحده وعطس عليك حب حداك ولا هضر حداك وهذاك الفيروس لصق في الكمامه وانت هبطتي وبقيتي كتدخلو لنيفك. بي انا الفيروس باش تعرفوا راه ما كاينش في الهواء، راني غاده في الزنقه ما حدايا حتى شي واحد، ما عندي كيفاش غادي نتعادى. الفيروس كيتعادى من بنادم لبنادم، ولا الا قصتي حاجه انا وديتها لفمي عيني ولا نيفي. اذا ما تلبسوش الكمامات. وقتاش خصكم تلبسوا الكمامات؟ الا حسيتوا بعلامه الرواح باش تحميوا الناس اللي دايرين بكم، اولا الناس اللي خدامين في قطاع الصحه، لانهم خصهم يقربوا المرضى. كيفاش تحميو راسكم؟ ديروا مسافه الامانه الخوت، على الاقل مترو ولا جوج مترو كاع بينكم وبين الناس، خاصه في الاماكن العموميه اللي كتمشيو تتقداو منها ولا تشريو منها الدواء اولا تخلصوا ولا تاخذوا الفلوس من البنكه اكسيتيرا. احترموا مسافه الامان بينكم وبين الناس وبينكم وبين داك السيد ولا السيده اللي غادي يخدمكم واللي ضروري دابا خصو يخرج ويمشي. واخا كاين هذا العزل هذا في الديور، حنا كاطباء وحنا كناس اللي كيخدموا في قطاع التغذيه ولا في الابناك ضروري ضروري نخدمو، ضروري نخرجو. اذا حميونا ما تقربوش لينا بزاف. اي والله يعاونكم والله يحفظنا من هذا البلاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.